صلوا صلوا على رسول الله، صلوا 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 على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا ومشاهدينا. حلقة اليوم عن مكملات الطاقة. شو يعني مكملات الطاقة؟ يعني السبلمنت اللي بتاخد او المكمل اللي بتاخد قبل التمرين علشان يعطيك طاقة في التمرين ويكون تمرينك بقوة وافضل تمرين. علشان تعرف منتجات الطاقة وهل هي جيدة من خلال تجربة شخصية او هي مفيدة، وايش البديل الطبيعي الممكن ناخده بدالها، خليك معنا لنهاية الحلقة. طبعا منتجات الطاقة كلهيتها او كل منتجات الطاقة من جميع الشركات هي كوبي بيست عن المنتجات عن بعض. يعني المنتج ها مثلا السيفور، مثل هذا المنتج السيفور، او منتج ذا كروس اللي ولعنا او كروس دلعنا، او منتج نو اكسبلود، او منتج من المنتجات الثانية المعروفة، بس انا جبت لكم تقريبا المنتجات اللي انا جربتها شخصيا، كلها هي كوبي بيست عن بعض، هي نفس الفكرة نفس المحتويات، لكن وشركة عن الثانية بتلعب في ايش؟ بتزود في بعض المكونات علشان تتغلب على الشركات الثانية، والبعض الثاني بيعمل اطعمة افضل من الشركات الثانية. بكل اختصار، ايش مكونات هذه المكملات الغذائية او هذه مكملات الطاقة؟ المكونات تبعتها اول مكون اللي هو الكافيين. انتوا عارفين الكافيين الموجود في القهوة وموجود في الشاي وموجود ايضا في بعض انواع الشوكولاتة، هو منتج او هو شيء لما بدخل جسم الانسان بحفز الادرينالين طبعا، وبيؤدي الى التركيز وبيؤدي انك تصحصح، وطبعا هان في المنتج هذا في المنتجات هاي بيكون بشكل مركز، يعني بشكل افضل علشان انت بتتمرن في التمرين يعطيك تكون مصحصح طبعا وتركز وتعمل مسل مايند كونكشن، الاتصال العقلي العضلي، وتصل لافضل شيء ممكن. طبعا الشغلة الثانية الموجودة من اهمها في هذه المنتجات اللي هي الكرياتين، وفي انواع كمان من كمان بكون معدل كرياتين، معدل مثل كرياتين الهيدروكلوريد. طبعا هذا الكرياتين هو مثل نوع الكرياتين لكن محفز اكثر. الكرياتين مثل ما انتم عارفين بيعطيه هو حمض اميني موجود في الجسم لكن الجسم ما بيقدرش ينتجه، وطبعا هو موجود في اللحمه وطبعا صعب الحصول عليه لانه كل كيلو لحمه موجود فيه 5 جرامات كرياتين. طبعا موجود في المنتج هذا الكرياتين المعدل واللي هو بيحبس المي داخل العضلات وبيعطيك طاقه جيده وبيخليك تتحمل التمارين اكثر، وطبعا يعني الكرياتين مشهور ومعروف، وطبعا راح نتكلم عنه في حلقة مفصلة. اللي بعد هيك الموجود فيها هو السترولين واللي هو بدخل الجسم طبعا وبيساعدك على انك ما يصيرش عندك جهد ولا تعب تتحمل التمارين، وطبعا بتحول الى مادة داخل الجسم اسمها الارجينين طبعا، والارجينين بدوره بتحول الى مادة النيتريك اكسيد اللي بتزود ضخ الدم واللي بتزود في نفس الوقت تدفق الدم وبتحمل الدم بالأكسجين أكثر عشان تستفيد من التغذية وتستفيد أكثر من ضخ الدم في التمرين وما بعد التمرين. طبعا المادة اللي بعد هيك كمان مركزة موجودة فيه الحمض اللي هو الأرجينين. طبعا الأرجينين اللي تكلمنا عنه قبل شوي هو من الأحماض اللي هي نون انسنشال يعني غير اساسيه، يعني اللي بيقدر الجسم يصنعها بنفسه عن طريق الغذاء، لكن في هذه المنتجات بشكل مركز والارجينين مسؤول على انه يوسع الشرايين الاورده، وطبعا يزود عن طريق تحوله الى ماده النيتريك اوكسيد يزود الاكسجين في الدم، وطبعا بيزيد تدفق الدم مما يزود القوه في التمرين، وطبعا في نفس الوقت انت بتستفيد بعد التمرين من خلال التغذية. طبعا الحمض اللي بعديك مضاف له اللي هو البيتا ألينين، والبيتا ألينين طبعا بيساعد كمان على انك ما يصيرش عندك تعب في التمرين وتحمل التمرينات الشاقة، وبتحول الى مادة داخل الجسم اسمها الكارتوزين، وهذه المادة بتزيد من امتصاص ايونات الهيدروجين مما بيساعد على البم يعني ضخامة العضلات طبعا، وهذه طبعا محتوياته ايضا البي كومبلكس اللي هو بي 6 بي 2 وبي 6 وبي 12
اللي بيخليك أعصابك أفضل أقوى وبيساعد في الاستشفاء العضلي. وطبعا ما ننسى الفيتامين سي اللي بيزود المناعة، موجود أيضا في المنتجات هذه. وطبعا موجود البوتاسيوم والصوديوم بنسب تسمح لك أيضا بالاستشفاء العضلي وبتسمح لك أيضا بالبناء العضلي. وطبعا هذه تقريبا جل المكونات الموجودة في هذه السبلمنت اللي هي بري وورك أوت اللي هي ما قبل التمرين. من خلال تجربتي، من خلال تجربتي الشخصية مع السيفور، طبعا السيفور هذا منتج قديم، اليوم في منتج معدل منه اكستريم وفي منتج جديد كمان نازل، لكن نفس الفكرة نفس الشيء، معدلين شغلات بسيطة. طبعا السيفور جربته قوي جدا، بيعطيك قوة في التمرين. طبعا مش هرمون اللي يخليك تشيل الوزن اللي بالك فيه، يعني مثلا بتشيل 100 تصير تشيل 150، لا ما فيش، هو يدوب يزود 13% في الوزن، يعني اذا بتشيل 100 بتصير تشيل 110 115 بالكتير، يعني من 10 ل 13 14%. طبعا والمنتج الثاني اللي جربته واللي كان رائع جدا النوكس بلود، طبعا نفس تقنيه السيفور نفس الاداء. طبعا اليوم في منه نسخه حديثه معدله كمان بطبعه جديده، ايضا نفس اداء السيفور مش بعيد كتير، لكن ربما السيفور بكون فيه حد اكثر او اقوى شوي، انه بيعطيك رعشة اكبر. لكن النوكس بلود بتميز عن السيفور انه ربما الارجينين اللي فيه او النيتروك اوكسيد المعدل، لانه النيتروك اوكسيد في الاكس بلود اكثر شوي، فبيعطيك ضخ في الاوردة اكثر، او بتحس بعد فترة انه الاوردة ضخمت عندك اكثر من السيفور. طبعا والمنتج اللي انا جربته جديد اللي هو من شركة كوبرا اللي هو اللعنة، هذا المنتج يعني زي ما انتم شايفينه ولحتى الان موجود لسه ما انتهاش، ما خلصتش منه، يعني جربته. طبعا في اصدقاء اللي جربوه طبعا حسوا انهم عندهم باور مش طبيعي، حسوا انه حيكسر النادي. انا شخصيا اخذت منه وباخذ منه للأمانة، المنتج هذا غريب بعض الشيء، يعني أفضل من السيفور وأفضل من الإكسبلود، مش بمراحل، لكن بحسه أنه بيطول أكثر. يعني إذا أنت السيفور جربته بعد نص ساعة من التمرين بيبدأ الليمت تبعه ينزل، والإكسبلود مش بعيد عنه نفس الشيء، هذا ممكن تضلك ساعتين تتمرن ويضلوا معطيك قوة وأداء. فأنا بفضل هذا المنتج، لا أنا بعمل له دعاية ولا إشي، لكن أنا من خلال تجربتي والله العظيم هذا المنتج أفضل منتج أنا جربته، اللعنة، وفعلا هو اللعنة. وطبعا أصدقاء جربوا هذول المنتجات وجربوا هذا المنتج قالوا لي عنه أفضل منتج. طبعا استخدموه لأنه بيطول أو مدته أطول. طبعا حتى في الشرايين أنا مش عامل دايت، بدأت الشريان عندي في البايسبس يبين ويكبر، طبعا هذا ما كان يصير لا في السيفور ولا في النوكس بلود، لانه معروف الشرايين هذه ما بتظهرش الا بالدايت، انا لا عامل دايت ولا شيء، لكن بدأت تبين. يعني هذا المنتج قوي جدا جدا، ربما عشان الشركه عامل المنتج ينشر او كذا بتكون مزوده في المكونات، لكن لاحظت انه المكونات نفس الشيء، لكن لاحظت انه الارجينين في اكثر من اي منتج تاني استخدمته قبل هيك، ربما تكون هذا السبب. طبعا بدي اجيب لكم اياها من الاخر، هل يستحق هذه المنتجات اني احط عليها فلوس؟ بالنسبه لي يمكن انا بحب اشتري هذه المنتجات او بحب اجربها، السبب انه هي بتعطيك تركيز اكثر، او بتنسيك الواقع اللي انت، او بتنسيك الدنيا، بتخليك تركز في التمرين، بتخليك وحش جوا الصالة، انا بحب هذا الشيء يعني. لكن انا بالنسبه لي مش ضروري تاخذ هذه المنتجات، وعلى فكره المنتجات هذه فيها شغله انت مش داير بالك لها، انه بعد فتره اخذت اول اسبوع، الاسبوع الثاني، الاسبوع الثالث بطل يجيب معك السكوب، يعني بصير بدك كمان سكوب، يعني عمليه هرميه، فهمتوا علي كيف؟ فعشان هيك بصير جسمك يتعود عليه، فبدك كمان سكوب علشان، او نص سكوب علشان تعدل الامور معك وتصير تحس انه بيجيب معك اكثر. ما بعرفش ليش السبب، او الجسم ربما انه بتعود على هذه المنتجات. هل تستحق؟ انا بالنسبه لي لا يستحق، لانه ممكن انت تاخذ فيه شغله افضل وتعمل بمكمل طبيعي. ممكن تشتري بحق المنتجات علبه امينو اسيد وتستخدمها وتستفيد، لانه الاحماض الامينيه افضل في امتصاص، الاحماض الامينيه هي اللبنه اللي بيبني عليها البروتين، هي اللي بتخلق البروتين. فانا بس بفضل انك تشتري بدل هذا المنتج علبه امينو اسيد وتستخدمها، حتطول معك. هذا المنتج كبيره شهر وحيخلص. طبعا اللي بي 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 بي
اللي بيميز هذا المنتج ذا كورس او ذا كروز او اللعنه، انا مش عارف اسمه منيح. اللعنه بانه 50 وجبه وبنفس سعر الاكسبلود وبنفس سعر السي 4، نفس السعر و50 وجبه بدل 30 وجبه، فعشان هيك انا ربما بشوفه متميز عنهم كمان في اداء مقابل السعر. خلينا نرجع ونتكلم، فانا ما بفضل انك تشتري علبه امينو اسد حتى بسعره، ممكن تشتري علبه امينو وعلبه كرياتين. هان انت حتاخذ احماض اساسيه وراح تاخذ الكرياتين. الكرياتين مهم جدا جدا لاي لاعب. الكرياتين ما بتاخذش مره كل فتره، الكرياتين عباره عن لودينج، بدك تاخذه اول اسبوعين ثلاث مرات اللي هن 15 او 20 جرام في اليوم، وبعد هيك تصير تاخذه 5 جرامات يعني وجبه مره وتضلك تاخده على طول، لانه هو لودينج يعني ليميتد في الجسم، لما يتعبى كل ما يخس منه نتفه بتعطيه اياهن فقط لا غير. بنفعش ان انا اخده مثلا اليوم اخذ سكوب بكره سكوب طبعا وبعده ما اخدش وبعده ما اخدش ويوم الراحه ما اخدش، لا هو عباره عن لودينج. فالكرياتين مهم، هو حمض صعب تحصل عليه من الاكل، ضروري جدا، بيساهم في بناء العضلات، بيساهم في بناء الأنسجة العضلية، بيساهم في الاستشفاء العضلي، بيساهم انه يحبس المي داخل الكتلة العضلية، داخل العضلة نفسها، والعضلة 70 او 80% منها مية. فالكرياتين مهم جدا، استخدموه، وطبعا آمن جدا، لكن حاول تزود تشرب مي اكثر. طبعا عشان هيك انا بفضلش انك تشتري هذه المنتجات، اشتري كرياتين واشتري علبة امينو راح تغنيك عن هذه المنتجات. بالنسبة للطبيعي او المنتج الطبيعي اللي ممكن ناخده نحنا يغنينا عن هذه المنتجات، بسيطة جدا، بتقدر تجيب حبة رمان وتاخدها قبل التمرين مع قرن موز مع فنجان قهوة، او بتقدر تجيب نتفة زبيب مع فنجان قهوة، بتعمل فنجان قهوة تغليها كويس وتتقلها وتشربها مع نتفة زبيب، او تشربها مع قرن موز، او تشربها مع نتفة تاكل شوية رمان وتشرب القهوة، حتعمل لك هنا شوية باور، او يعني تجيب 60% من الباور اللي بيعمل لك هذا المنتج. وفي طريقة ثانية انك ممكن تجيب البنجر الحلو اللي هو الأحمر اللي فيه مادة الفيوفلافونويد وفيه أحماض كتيرة وفيه مضادات أكسدة وقوي جدا في النايتريك، أو غني جدا في النايتريك أكسيد والأرجينين الطبيعي. بتقدر تعصر حبة وتحط معها نتفة الزنجبيل وطبعا ربع معلقة قرفة صغيرة وتضربهم بالخلاط مع شوية مي، وإذا بدك تحط معهم ربع قرن موز أو نص قرن موز، هنا حيصير عندك مشروب باور قوي جدا جدا جدا. وعن تجربة شخصية راح تاكل النادي أكل. فأنت هيك حق البنجر مش غالي، الكيلو تقريبا بمعادل نص دولار بتشتريه، والكيلو بكفيك 6-7 تمارين كل حبة بحبتها. وطبعا في شغلات أخرى ممكن نعملها، مثل إنك تشرب كاسة قهوة مركزة مع حبة شوكولاتة صغيرة، أو كاسة قهوة مركزة يعني تقيلة ومغلية كويس مع ثلاث حبات تمر، حيعطينك باور قبل التمرين بنص ساعة، فلا داعي لشراء هذه المنتجات. وعلى فكرة هذه المنتجات بدها شرب مي كتير كتير، الاحتواء على النايتريك أكسيد، الاحتواء على الأرجينين، محتواء على الأحماض اللي ممكن تعمل مشاكل. إذا واحد عنده مشكلة في الكلى وعنده بلورات في الكلى وعنده التهابات ممكن تأثر عليه بالسلب هذه المنتجات، احذر حذر شديد يا صديقي. فحاول انك انت ما تاخذها على الطالعه والنازله، حاول لما تخلص العلبه وبدك علبه ثانيه لو شريتها تخلي بين العلبه والعلبه اسبوع ونص 10 ايام، علشان انت جسمك يعود البطل يتعود عليها ويرجع تاخذها وتحاول انك انت تستفيد منها. طبعا انت خذ هذه المنتجات في التمرين المهم، يوم تمرين الرجلين، يوم تمرين الظهر، في التمارين اللي بتحس حالك مش نشيط او انك تمرين بتكرهه خذها علشان تعمل لك التحفيز. أكثر من هيك لا، ما تاخدهاش على الطلعة والنازلة. هذه نصيحة مني لكم عن طريق تجربة شخصية، وطبعا هذا كل شيء أنا بعرفه عن هذه المكملات اللي هي بري وورك أوت قبل التمرين. طبعا أنا حكيت لكم التجربة الشخصية، ويشهد الله أني استعملتها وجربتها وخليت أصدقائي يجربوها. طبعا أتمنى منكم إنكم تعملوا لايك أو ديسلايك، اللي عاجبه الحلقة يعمل لايك واللي مش عاجبه يعمل ديسلايك. شاركوني بتعليق، شاركوني بأسئلة. طبعا وما تنسوا تعملوا شير للحلقة علشان أصحابكم يستفيدوا، وتدعوهم للاشتراك، وأنا بدعوكم اشتركوا في القناة يا إخواني، شجعونا علشان نستمر في هذه الحلقات وعلشان نجيب الفائدة بإذن الله تعالى ونكسب الأجر أنا وإياكم.
طبعا كان معكم محبكم أبو أسامة من قناة أبو أسامة، برنامج الرياضة والغذاء. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.